بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثامن والأخير من الدرس الأول في الوحدة الثانية نكمل مسائل عامة على المحددات المطلوب إثبات أن قيمة هذا المحدد تساوي اكس تربيع زائد BX زائد C يمكننا فك هذا المحدد بأي صف أو أي عمود ولا ننسى قاعدة الإشارات موجب سالب, موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب فيمكن فكه مثلا بالعمود الأول فقيمة هذا المحدد تساوي العنصر X ما إشارته موجبة في المحدد الصغير لو حذفنا الصف الأول والعمود الأول تبقى X بسالب واحد A ناقص العنصر الثاني هنا هو سالب واحد فسالب وإشارته هنا سالبة سالب واحد في سالب واحد والمحدد المتبقي هو حذف الصف والعمود صفر سي سالب واحد ايه والجزء الأخير هو صفر هذا العنصر صفر فلا داعي لكتابة المحدد المتبقي معه هنا إكس القطر الرئيسي xA ax ناقص سالب b في سالب بموجب سالب في سالب بموجب واحد صفر في a بصفر ناقص ناقص c في ناقص موجب c هذا يساوي ax تربيع زائد bx زائد c وهي الصيغة العامة للمعادلة التربيعية. الآن evaluate the determinant of the following matrices المطلوب حساب قيمة محددات هذه المصفوفات. المصفوفة الأولى معنا لو لاحظنا أنها مصفوفة مثلثة سفلية فكل العناصر فوق القطر الرئيسي عبارة عن أصفار فقيمة محددها هي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي صفر في اثنين في ثلاثة في تمانية بالطبع صفر في أي شيء يساوي صفر. المصفوفة الثانية أيضا هي مصفوفة مثلثة سفلية أيضا فحاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي يعطي قيمة محددها سالب ثلاثة في اثنين في سالب واحد. بموجب 3 سالب سالب بموجب 9 في × 2 بـ 18